عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم 13 من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 5,670,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. دور ال 32 من الموسم ال 13 عباقرة المدارس، وأول مدرسة مشرفانا في الاستوديو بتشارك لتالت مرة. عندهم مشكلة مع دور ال 32. من محافظة المنيا نرحب كلنا بمدرسة مغاغة الثانوية بنين. مدرسة مغاغة الثانوية بنين هي إحدى مدارس إدارة مغاغة التابعة لمحافظة المنيا. تأسست المدرسة عام 1926. تعد المدرسة من أقدم قلاع العلم بمحافظة المنيا. تخرج فيها العديد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية. شاركت المدرسة على مدار تاريخها في جميع المسابقات والمناسبات، ونالت العديد من الأوسمة والشهادات في كافة المجالات والأنشطة. هيمثل مدرسة مغاغة الثانوية بنين في مباراة النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم محمد أمجد. أنا نازل فترة تحت الضغط النهاردة واستعدت بشكل كبير، إن شاء الله أجاوب على أكبر عدد من الأسئلة في أجل وقت. أحمد وجيه. بعدنا كويس في الماتش النهارده، واستفدنا من خبرات فريقنا اللي فات وتدربنا كتير عشان نقدر نحقق الفوز ونوصل لدور 16 ان شاء الله. محمود خميس. طبعا دي تاني مشاركه ليا، اول مشاركه ليا كانت كاحتياطي مع فريقي، ان شاء الله هنحاول بكل جهدنا ان احنا نوصل لدور 16 ونعدي ان شاء الله بعد كده لحد ما نوصل لدور النهائي. محمد منشاوي. انا بتابع البرنامج وانا صغير، حلمي اني اشارك فيه، فضلت ورا حلمي لحد ما حققته، وان شاء الله نرجع بكاس المدن. مغاغة المنيا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. بتشاركوا لأول مرة، مدرستكم لتالت مرة، ولكن انتوا لأول مرة. احكي لي احساسك يا محمد. احساس برهبة الاستوديو وأول مرة اطلع في برنامج، ده كان حلمي الصراحة ان انا اقابل حضرتك واطلع في البرنامج. عايز ابقى دكتور عيون. اشمعنى عيون؟ عشان انا كانت عندي مشكلة في البصر يعني، وعايز يبقى فيه حلول اكتر من كده غير النظارات، ويعني تبقى متطورة أكتر. طيب ماتش النهاردة متوقع منه إيه؟ فوز بإذن الله. متوقع الفوز بإذن الله. جميل جدا. أحمد وجيه، محمود خميس، ومحمد منشاوي، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقة. نحيي كلنا مدرسة مغاغة المنيا. أما المدرسة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو بتشارك لأول مرة، من محافظة القاهرة، نرحب كلنا بمدرسة الشيماء الإعدادية والثانوية بنات. مدرسة الشيماء الثانوية بنات هي إحدى المدارس التابعة لإدارة النزهة التعليمية، افتتحت عام 1991. حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المجال الرياضي والموسيقي والمسرحي. حصلت المدرسة على شهادة الاعتماد والجودة عام 2015. حققت عدداً من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة. تحرص المدرسة على توفير بيئة تعليمية مثالية لطلابها. هيمثل مدرسة الشيماء العددية والثانوية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم ريهام شعبان. فريق النهارده معتمد عليا في فقرة تحت الضغط، واتمنى ان انا اجاوب على اكبر عدد من الاسئله، وان شاء الله نأدي اداء كويس النهارده في الحلقه. سمع عماد الدين.
طريقي معتمد عليا النهارده في مجال العلوم، وانا استعديت كويس وان شاء الله اقدر اجاوب اكبر عدد من الاسئله ونتاهل للدور ال 16. خديجه عبد الحميد. أهلي فرحة جدا لما عرفوا ان انا هشارك في برنامج العباقرة وساعدوني جدا، وان شاء الله هشاركهم النهارده وهشارك مدرستي. بسمله يوسف. مبسوطة جدا ان انا النهارده بشارك في برنامج العباقرة، ده بالنسبه لي شرف كبير جدا. ان شاء الله النهارده هنجيب سكور عالي. عندنا ناس بتتوتر كده، بس ان شاء الله نحاول اننا نقدر نتغلب عليها. الشماء الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. اخيرا مدرسه الشيماء شاركت في برنامج العباقره. الحمد لله. صح. اتاخرت قوي يا ريهام. عادي. احكي لي بقى، بتفكري في مستقبلك ازاي؟ انا عايزه صراحه اخش كمبيوتر انجينيرنج، عشان انا شايفه اللي هو ده شغل الحاضر يعني، وشغل المستقبل كمان، ومحاسه هبدا فيه يعني، وفلوسه كويسه يعني في المستقبل. بس طيب بتفكري ازاي دخلتي كمبيوتر انجينيرنج وبعد كده هتعملي ايه؟ اسافر اشتغل برا يعني، لسه ما قوي ما صممتش انا لازم اعمل ايه يعني بالظبط. حتى لو جات لك فرصه انك تشتغلي برا، ما تنسيش بلدك، لازم ترجعي وتنجحي في بلدك وتساعدي ولاد بلدك. صح ولا غلط؟ صح. لو كل واحد فكر ان هو يسافر ويشتغل برا، البلد دي مش هيبقى فيها حد. مش هيبقى فيها حد. صح ولا غلط؟ صح. بسملة يوسف، ازيك يا بسمله؟ الحمد لله بخير. طبعا انا رحت البسمله يوسف عشان زي عصام يوسف يعني. بسمله يوسف، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. احكي لي احساسك ايه؟ مبسوطه جدا وفخوره بنفسي جدا يعني، ده بالنسبه لي كان حلم متحقق. اخبار الخيل ايه؟ انا بحب الخيل جدا، بس الحقيقه لسه ما بداتش في التدريب يعني، بفكر الفتره الجايه ان انا ابدا فيه وكده. طبعا كنت الفتره دي هبدا، بس عشان الدراسه دخلت وكده فحصل جروب كده بينهم، فما عرفتش اقسم، فقلت احسن افضل في الاجازه ابدا تدريب. ربنا يوفقك. خديجه واسامه، برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. نحيي كلنا مدرسه الشيماء. ماتش النهارده مش هيبقى سهل، انتوا الثمانيه بتشاركوا لاول مره. العباقره في الموسم ال13 ست فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: طبقا للهجائية الإنجليزية، سويتزرلاند هو اسم إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ محمود خميس، إجابتك. سويسرا. سويسرا طبعا إجابة صحيحة. مساحة سويسرا 41,500 كيلومتر مربع. ايه رايك يا محمود؟ مين يبتدي الاول؟ احنا نبتدي الاول. مدرسة مغاغة هتبتدي الاول، واول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. احمد وجيه، انت جوكر. لسه هنكرر. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: يقع جبل فاسر في إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ ارتفاع الجبل 950 متر. أعلى قمة في جبال رون. الجبل ده منطقة مشهورة برياضات الشتوية. سويسرا. سويسرا طبعا إجابة خاطئة. مشهورة بالتزحلق على الجليد مثلا. ريهام. فرنسا. فرنسا إجابة خاطئة. زائد 10 أو ناقص 5. إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا. ألمانيا. ليه تاخد الريسك في بداية المباراة؟ عشان شكك في الإجابة. فاسر معناها مية في اللغة الألمانية. إجابة صحيحة. خدت الريسك وخدت 10 نقط يا محمود. واضح إن محمود جريء شوية. 10 مدرسة مغاغة،
الشيماء عندك سؤال في الجغرافيا، امتى خديجة الجوكر؟ في الأدب إن شاء الله. تمام اتفقنا. جغرافيا والسؤال، بوري هو من أكبر حقول النفط البحرية، ففي أي من دول شمال إفريقيا يقع؟ يصل العمق 180 متر، يحتوي على 2 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ريهام إجابتك؟ الجزائر. الجزائر إجابة خاطئة. أمجد إجابتك؟ ليبيا. ليبيا بالكومن سنس، ليبيا إجابة صحيحة. أكبر حق منتج للنفط في البحر المتوسط. خسارة، انتوا عارفين ليه انتوا جاوبتوا غلط؟ عشان انتوا ما كنتوش مركزين انا بقول ايه. لو ركزتوا انا بقول ايه كنت هتفهموا انها ليبيا. نتيجة 20 مغاغة، وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو، مخلب النسر هي عملية نفذتها امريكا باحدى دول الشرق الاوسط عام 1980، فما هي؟ كانت في إبريل في عهد جيمي كارتر. تعرف لو جبتك غلط هيقطعوك طعور، أنا ليش دعوة. إجابتك؟ إيران. إيران سنة 1980 في إيران كان في عاصفة قوية، وفي تيارة جت تطلع راحت ضربت في تيارة تانية اللي كانت جايبة لهم الغاز اللي هو الوقود. يعني فشلة وما عرفوش يطلعوا الرهائن. لا، كانوا كم رهينة؟ مش عارف، بس هم كانوا محتبسين هناك، وخدوا واحد منهم اللي هو كان زعيم إيران حاليا، كان زعيم إيران يعني سابقا، وطلعوا من أمريكا. كان شاه إيران محمد رضا بهلوي. برافو عليك، انت عارف الحكاية. إجابة صحيحة. لا، منشاوي عارف الحكاية، هو مش عارف الإجابة، هو عارف الموضوع. كانوا 52 رهينة وفشلوا في تحريرهم فعلا بسبب عاصفة، لأن بعد كده تم تسليم الرهائن في 20 يناير 1981. 30 مغاغة. شيماء، سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو، من هو الشيخ الذي أصدر فتوى بفرض الضرائب على الأمراء قبل معركة عين جالوت؟ المعركة كانت سنة 1260. قطز أمر بجمع الضرائب من الرعية لتجهيز الجيش. الإمام الجليل ده وقف له وقال له لأ، ما تاخدش غير الأول من الأمراء وكبار التجار، وبعد كده نبتدي نشوف هتاخد إيه من الناس البسيطة. ريهام شعبان إجابتك؟ مش موجودة الإجابة. بيبان حتى التخمينة مش موجودة. إجابة خاطئة. في إجابة؟ لا، فيش إجابة. السؤال ده بقى بالذات من المنهج. أيوة بالذات السؤال ده. طيب، 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. العز ابن عبد السلام، ابن حجر العسقلاني، فخر الدين الرازي، ابو حامد الغزالي. غزالي؟ لا، مش ابو حامد الغزالي. العز. العز سلطان العلماء. العز ابن عبد السلام. هارد لك يا امجد. نتيجه زي ما هي، 30 مغاغه، مفيش نقط. الشيماء، سؤال في الأدب. أدب والسؤال، أديب إنجليزي مؤلف رواية Keep the Aspidistra Flying، فمن هو؟ 12 1936
دع الزنبقة تطير. بطل الرواية بيحاول التحرر من عبادة المال، لكنه في الآخر بيقع في الفقر الشديد. إجابتك يا محمود؟ تشارلز ديكنز. إجابة خاطئة. فرصة 10 نقط. بسملة. جورج أورويل. يا بسملة، بص خديجة وخبي عينيها ازاي. يعني لما تخبي عينيك مش هتسمعيني. إجابة مين؟ إجابتي في الأول وبعدين تناقشنا عليها يعني لحد ما استقرنا. بسملة. إجابة صحيحة. الحمد لله على السلامة. أول 10 نقط لمدرسة الشيماء القاهرة. السؤال اللي جاي لو جاوبته صح اتعادلتوا. هو سهل ولا صعب؟ انتوا كريم الأول اللي هتاخدوا جوكر الأدب. في الأدب. دوسوا على البازر. أدب. والسؤال هو من هو الأديب المصري الراحل مؤلف كتاب مطالعات في الكتب والحياة؟ 12 1956. مجموعة مقالات في مجالات الأدب والفلسفة والفن، وعن بعض الشخصيات زي المعري والمتنبي ونيتشا. ريهام، إجابتك عباس محمود العقاد. كنت متأكد إن أنتوا هتقولوا عباس العقاد. ريهام، إجابة صحيحة. حصل على جائزة الدولة التقديرية 1959. اتعادلتوا، حاجة غريبة جدا. سؤال في العلوم. جوكر. طبعا. علوم. والسؤال هو الوامبات هو من أقدم الحيوانات في العالم، فإلى أي طائفة ينتمي؟ موطنه الأصلي في أستراليا. سبع ثواني. طبعا انتوا حظكم حلو، لو كنتوا خدتوا جوكر في الأدب كانت بقت مشكلة، لأن السؤال الجاو في الشيماء. إجابتك خفاشيات. إجابة خاطئة. أقول أنا؟ فرصة 20 نقطة. العنكبوتيات. العنكبوتيات. يا ريهام، إجابة إيه؟ برافو عليك، إجابة خاطئة. لا، هي شايفة إنها غلط، حوافق أنا إزاي يعني؟ أنا مالي؟ اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. الحلقيات، مزدوجات الأرجل، مفصليات الأرجل، الثدييات. حيوان جرابي. حيوان جرابي مليان فرو، يبقى ايه يا احمد؟ الثدييات. بالظبط كده، الثدييات. هارد لك يا احمد. طار الجوكر. الشيماء، السؤال اللي جاي اخر سؤال في الفقره ليكو. علوم. والسؤال هو تم تطبيق معادلة شرودنجر على ذرة أحد الغازات عام 1926، فما هو؟ المعادلة بتوصف الحالة الكمومية مع الزمن. من أهم معادلات ميكانيكا الكم. شرودنجر ده عالم نمساوي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1933. لو إجابتك صح خرجت من الفقرة الأولى كسبني. إجابتك نيتروجين. النيتروجين. إجابة خاطئة. فرصة التقدم لمخاخة. إجابتك أرجون. مش ممكن. ميكانيكا الكم معروفة بالغاز ده. محمود، خسارة جدا. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5.
الأكسجين، الميثان، الهيدروجين، الهيليوم. انت من الاول وانت عايز تاخد الريسك، انا عارف ما قدرتش يعني، فضلت باصص للكاونتر مش عارف تعمل ايه. الثانيه الاخيره قلت والله لا انا دايس. اجابتك هيدروجين. احمد وجيه ناقص 5 او زائد 10. اجابه صحيحه. الهيدروجين يا وجيه يا محظوظ، خدت الريسك وخدت العشر نقط. انتوا خدتوا 20 نقطة بالريسك. نتيجة في نهاية الفقرة 40 مغاغة المنيا، 30 الشيماء القاهرة. فاصل وحنرجع تاني مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 70 نقطة بفقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم ال 13 مباراة مهمة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. مغاغة المنيا متقدمين 40 نقطة، الشيماء 30. الشيماء عندنا تغييرين، فرح منسي نزلت مكان خديجة عبد الحميد، ومريم أسامة نزلت مكان بسملة يوسف. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. أخبار التصوير إيه؟ لا يعني بنطور من نفسنا الحمد لله. بتحبي تصوري ايه؟ مناظر طبيعية اكتر بكتير قوي بصراحة. عايز تطلع مهندسة ديكور. قوليلي حتى تخصصي في ايه؟ ان شاء الله هيبقى جزء ديكور وكده، فهيبقى انا حابة الموضوع قوي، وكنت انا ليا واحدة صاحبتي اساسا فهي اللي شجعتني كمان على الموضوع ده، لقيتها هي حابة وبصراحة انا حبيت الموضوع ده قوي لما هي ابتدت تحكي لي عنه اكتر. ايه اكتر حاجة لفتت انتباهك في الاستوديو؟ الإضاءة والترتيبات بتاعة النظام كده حاجة حلوة قوي بصراحة. يعني نشكر المخرج ميلادة بيرات جدا، ونشكر الأستاذ حسام وردة كمان، هو مدير الإضاءة، هو الحقيقة ملك الإضاءة، نحييهم هما الاثنين. مغاغة عندنا تغييرين، المعتز صلاح مكان أحمد وجيه، ومصطفى محمد مكان محمد منشاوي. مصطفى محمد، الهندسة الوراثية إيش معنى التخصص ده؟ أنا عندي حلم إن أنا أطور في الخلايا الجذعية. كويس. علشان تيجي الخلايا الجذعية بدل ما هي حاليا مقتصرة على إن هي مثلا تيجي مكان الجلد، لو لا قدر الله حصلت حروق أو حاجة زي كده لشخص ما، أجي أنا أحاول أطور فيها لحد ما خليها تقدر تستقبل الدي ان اي بتاع الجزء التالف من اي عضو في اعضاء جسم الانسان، بحيث ان هو يعوض مكان الجزء التالف. واضح ان انت عندك شغف، فلو ركزت باذن الله هتنجح، ربنا يوفقك. المعتز صلاح مهندس معماري. ان شاء الله. اشمعنى معماري؟ عشان انا حابب مجال الهندسه، ويعني ان شاء الله حلم من احلام حياتي اني ابني برج في العاصمه الاداريه، ويبقى من اطول برج في العالم مثلا. تمام، ربنا يوفقك يا معتز. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه، اربع اسئله واحد لواحد، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. محمد أمجد وريهام شعبان، ريهام شعبان ومحمد أمجد. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي أول مدينة سعودية تم اختيارها كعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2005؟ تم اعتماد الحدث في 2004 من منظمة الإيسيسكو. جدة. جدة إجابة خاطئة. في إجابة؟ مكة. ومكة إجابة صحيحة طبعا، بسبب
وقصيتها ومكانتها في العالم الإسلامي. شايفين؟ في شوية أوقات كده محتاجين نفكر في السؤال. نتيجة اتغيرت 50 مغا غلمانيا 30 شيماء القاهرة. دلوقتي المعتز وفرح دبسوك في الرياضة. فرح ومعتز رياضة. والسؤال هو ما هو المنتخب الفائز ببطولة أمم أوروبا لكرة السلة رجال عام 2022؟ إسبانيا. فرنسا خسرت 88-76 من إسبانيا. إجابة صحيحة. برافو عليك يا معتز. اللقب الرابع. أربع ألقاب كانوا في آخر ست نسخ. برافو عليك يا معتز. واضح إن المعلومة كانت عندك. دلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا مصطفى وسما. وخلي بالك يا سما النتيجة ابتدت تبعد. تكنولوجيا. والسؤال هو تم تصنيع كمبيوتر أنياك في فترة الحرب العالمية الثانية بإحدى الدول، فما هي؟ بدأوا في صناعته من سنة 1943 ل 1946. أول كمبيوتر رقمي إلكتروني قابل للبرمجة في العالم. حكايته حكاية. الكمبيوتر ده وزنه قد إيه؟ 30 طن. بص احنا بنتكلم دلوقتي على لابتوب قد كده، في فيتشرز عاملة ازاي، وده بنتكلم على 30 طن. اتكلف 400,000 دولار. شايفين التطور حصل ازاي؟ اجابتك الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الامريكية. اجابة صحيحة. 6000 مفتاح تشغيل و500,000 وصلة. حاجة صعبة جدا. مريم ومحمود خميس. محمود خميس ومريم. طيب سؤال قدرات ذهنية والنتيجة بعدت 70-30. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية: 840 على 15 على 7 زائد 65 يساوي كام؟ فات 7 ثواني وفاضل 7 ثواني. ثانية. في حد عنده إجابة؟ الإجابة الصحيحة 73. هارد لك، تفضل. النتيجة في نهاية الفقرة 70 مغا غلمانيا 30 الشيماء القاهرة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعا أسئلتنا هتعتمد على السرعة ليكم أنتوا الثمانية. سينما ومسرح. والسؤال هو من هو الفنان الذي قام بدور فؤاد البغدادي في مسلسل أرض جو؟ كان بطولة غادة عبد الرازق، عبد الرحمن أبو زهرة، مها بعوف. رمضان 2017. أحمد مين؟ محمود خميس. إجابتك ماجد المصري. ده أنا قلت لك أحمد مين؟ اسمه صعب. محمود خميس. ماجد المصري. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أحمد زاهر. أحمد زاهر. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة مين بقى؟ أحمد فؤاد سليم، ممثل قدير جدا. أغاني الموسيقى. والسؤال هو تمثيلية هي أغنية الفنان مصري معاصر، فمن هو؟
كلمات أمير تعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، محمد حمائي. محمد حمائي إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمد فؤاد. محمد فؤاد إجابة خاطئة. تمثيلية لمين بقى؟ العسيلي، محمود العسيلي في 2020. لوحات ومعالم، والسؤال هو لوحة المرأة في الثوب الأخضر هي الرسام فرنسي عالمي، فمن هو؟ مونييه. إجابة صحيحة. وومن إن جرين دريس، رسمها سنة 1866. أحلى حاجة إن هو رسمها وبعد كده اتجوزها. نتيجة 40 الشيماء القاهرة، 70 مغاغة المنيا. آخر سؤال في الفقرة، بصوا بقى السؤال ده أسهل ما يكون، والله سهل جدا، بس لو ما حدش فكر كويس وبهدوء هيحله غلط. سرعة البديهة، والسؤال هو ما هو مجموع الأسابيع في الشهور الآتية؟ سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر. يا نهار، غلط أكيد. إجابتك 12. إجابة خاطئة. شفتي أكيد، مع إني نبهتك يا مريم. 13. حسبتها إزاي؟ 91 على 7. بالظبط كده، 3 شهور دول 91 يوم. برافو عليك. خميس 13 طبعا إجابة صحيحة. أرضك يا مريم، أرضك. 80 مغاغة المنيا، 40 شيماء القاهرة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم ال 13 عباقرة المدارس، ومباراة مهمة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. 80 مغاغة المنيا، 40 الشيماء القاهرة. في الشيماء عندنا تغيير واحد بس، خديجة عبد الحميد رجعت مكان فرح منسي. مغاغة عندنا تغييرين، أحمد وجيه رجع مكان المعتز صلاح، ومحمد منشاوي رجع مكان مصطفى محمد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. محمد أمجد وريهام شعبان، ريهام شعبان ومحمد أمجد. ريهام هتروح تسمعي أغنية وترجعي لنا تاني. محمد أمجد اتفضل مكاني. اتدربت على تحت الضغط؟ كتير. جاهز؟ إن شاء الله. نطمن على ريهام. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة قبرص؟ اليورو. صح. من هو الفنان الذي قام بدور فضل في فيلم صعيدي رايح جاي؟ محمد رمضان. غلط. الثلج الجاف هو الحالة الصلبة لأحد الغازات، فما هو؟ الهيدروجين. غلط. في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع جزر الملوكو؟ ملوك. في الهند. غلط. ما هي الدولة التي حكمها القيصر إيفان الرهيب؟ دولة رومانيا. غلط. كم عدد حروف كلمة مقاومة؟ 6. صح. رجعوا التلامذة هي قصيدة لشاعر عمية راحل، فمن هو؟ أحمد فؤاد. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية مسلسل أفراح القبة؟ أفراح القبة. 3 إجابات صح من 8 أسئلة. طبعا كان في أسئلة ممكن تتجاوب، ولا إيه رأيك؟ خلينا نشوف إيه اللي هيحصل مع ريهام. زياد، عايزين ريهام تنضم لينا.
ولكن هي تحت الضغط مش سهل طبعا، يعني محتاجة تركيز قوي جدا. ونسأل ريهام عايزة تعرف ايه اللي حصل ولا لأ؟ لا. هقولك معلومة واحدة، انا قلت 8 اسئلة من 10، محمد كان بطيء سنة. الاسئلة مش صعبة بس عايزة تركيز. تحت الضغط كاونتر، ما هي العملة الرسمية لدولة قبرص؟ دينار. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور فضل في فيلم صعيدي رايح جاي؟ باص. الثلج الجاف هو الحالة الصلبة لأحد الغازات، فما هو؟ ثاني أكسيد الكربون. صح. في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع جزر المالوكو؟ ماليزيا. غلط. ما هي الدولة التي حكمها القيصر إيفان الرهيب؟ روسيا. صح. كم عدد حروف كلمة مقاومة؟ مقاومة ستة. صح. رجعوا التلامذة هي قصيدة لشاعر عامية راحل، فمن هو؟ أحمد فؤاد نجم. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل أفراح الأوبرا؟ عمار الشريعي. غلط. كم عدد النجوم على علم دولة تشيلي؟ غلط. تعالي تعالي هنا هنا اتفضلي هنا. لا، عدد نجوم تشيلي نجمة واحدة بس. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. بذمتك العملة الرسمية لدولة قبرص تبقى دينار؟ دولار. يا نهار، دينار. لو اتلخبطتي قوي يعني هتقولي دولار، بس هي طبعا يورو. ماشي. طيب، من هو الفنان الذي قام بدور فضل في فيلم صعيدي رايح جاي؟ مين بقى؟ محمد هنيدي. هاني رمزي. في اي من دول جنوب شرق اسيا تقع جزر المالوكو؟ جنوب شرق اسيا يعني فين؟ اندونيسيا. اندونيسيا، برافو عليكي. السؤال الثامن، من هو مؤلف الموسيقى التصويريه لمسلسل افراح القبه؟ هشام نزيه. وعدد النجوم على علم دوله تشيلي هي نجمه واحده مش ثلاثه. 4 اسئله صح، 3 اسئله صح. كلنا نحيي محمد امجد وريهام شعبان. ريهام شعبان محمد امجد. طبعا النتيجه اتغيرت. محمد امجد كنتوا كام؟ كنا 80. 80 و3 اجابات صح، بقيتوا 95. ريهام شعبان كنتوا كام؟ 40. كم اجابه صح؟ 4. 4 و10 نقط هديه. قلتي لمحمد امجد شكرا؟ شكرا. بقيتوا 70. الفرق ضربات الجزاء. ودلوقتي مع الفقره الخامسه، فقره ضربات الجزاء. ضربات جزاء. اول 2 محمد امجد وريهام شعبان، اتفضلوا. ريهام شعبان ومحمد امجد، والسؤال الاول قدرات ذهنيه. سؤال سهل مش صعب، عايز تركيز. السؤال الاول، حل المساله الاتيه: 8 في 18 ناقص 9 في 14 يساوي كام؟ ثمانية في 18. 18. الهدف الأول، برافو عليك. الهدف الأول لفريق مغاغة. سما وأحمد وجيه، أحمد وجيه وسما. سما فرصتك التعادل. السؤال الثاني، فنون، من هي الفنانة التي قامت بدور الأبلة طمطم في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم؟ هلا فاخر. هلا فاخر. بص محمد أمجد عمل ازاي من شوه، ما تتكلمش. هلا فاخر إجابة ايه؟ مضحكة. برافو عليك، إجابة مضحكة، ما كانتش في الفيلم أصلا. كوميدية. مين؟ إسعاد يونس. إجابة خاطئة. مين بقى؟ ياسمين عبد العزيز. طبعا ياسمين عبد العزيز. حلو. اتفضلوا. خديجه ومحمود خميس، محمود خميس وخديجه. خديجه، لو محمود جاوب صح رجع ب 25 نقطه ان شاء الله. السؤال اللي جاي سهل، وفي رايي اللي هيخطف البازر يا رب هياخد هدف يا رب. انا قلت لكم
السؤال الثالث، أدب، من هو الكاتب الإنجليزي مؤلف مسرحية لوفز؟ أنا اللي دوست. مين اللي داس؟ أنت اللي دوستي. شكسبير؟ أنا لسه ما قلتش. هو إنجليزي ومؤلف مسرحية. أنا لسه ما قلتش اسم المسرحية. خليني أقولك السؤال، للأسف الشديد إجابتك مش هينفع تغيريها. ماشي مش هغيرها. من هو الكاتب الإنجليزي مؤلف مسرحية Love's Labor's Lost، عذاب الحب الضائع؟ شيكسبير. خلاص هي داست وقالت شيكسبير. الهدف الأول من أوائل المسرحيات الكوميدية لشيكسبير، هدف مقابل هدف من شاوي ومريم أسامة، مريم أسامة ومن شاوي. السؤال اللي جاي بخمسة وعشرين نقطة، يا 95 تبقى 120، يا 70 تبقى 95. السؤال الرابع، في أي دولة أسيوية يقع نهر فوتشان؟ الصين. الصين. عندك إجابة تانية؟ حم. الهدف الثاني، طول النهر 385 كيلومتر. الهدف الثاني واتعادل. مباراة بقت في لحظة صعبة جدا، 95-95. مدرستين لو بيلعبوا فريق بخبرة كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا، علشان هما الاثنين يكتسبوا خبرة. إجابة صحيحة. نزلت تحت الضغط وما قدرتش أحرز غير 3 إجابات، وكان عندي أسئلة تانية جاوبة بس التوتر خليني ما أعرفش أجاوب. كان عليا ضغط كبير قوي، بس الحمد لله أنا قدرت إن أنا أجيب لفريقي 25 نقطة. يا ترى مغاغة هتفك عقدة الدور ال 32، ولا مدرسة الشيماء تفجر مفاجأة وتتأهل لدور ال 16؟ بعد الهدف الزائد المنخطف منا، مدرسة الشيماء تعادلت معانا، بس احنا لسه عندنا امل كبير في عجلة الحظ وان احنا ان شاء الله نصل. طبعا عجلة الحظ ممكن تكشر وممكن تبتسم. المباراة هتتحسم في اخر سؤال. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع اخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. كده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة بفقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 140,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 380,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. المدارس الموسم الـ13، ومباراة جميلة جدا لأنها أول مباراة للمدرستين، عشان كده أنا بعتبرها جميلة. النتيجة 95-95. الفقرة الأخيرة هي اللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الـ16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال إبرام عزيز والسؤال الأول، وهنشوف موضوع السؤال إيه. رياضة، سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. عندكم 15 ثانية، محدش يستعجل. رياضة، والسؤال هو، ما هو أول منتخب يفوز بالبطولة الأوروبية لكرة القدم الأمريكية؟ كسبوا فنلندا في النهائي 18-6. بطولة قديمة كانت سنة 1983، هي أول بطولة. منتخب إيه؟ إنجلترا. إنجلترا، فكرت يا محمود، فكرت فعلا، ولكن هارد لك، إجابة خاطئة.
مش انجلترا. ريهام ايطاليا. ايطاليا كسبت البطوله 3 مرات واول مره اجابه صحيحه. يا ريهام يا محظوظه يا محظوظه. 20 نقطه. 115 الشيماء القاهره، 95 مغاغه المنيا. رانيا، رانيا محمد، اتفضلي يا رانيا. رانيا محمد والسؤال الثاني. قدرات ذهنية، سؤال في القدرات الذهنية، عنده 15 ثانية. سؤال ب 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 45 في 6 على 5 زائد 644 يساوي كام؟ خمسة واربعين في ستة على خمسة زائد 644. ريهام إجابتك؟ 100. إجابة خاطئة. مغاغة في إجابة؟ خميس؟ 698. 698. وأحمد وجيه موافق. محمود خميس. إجابة صحيحة. 698 الإجابة صحيحة. جاوبتوا سؤال الشيماء والشيماء جاوبت سؤالكم. حاجة غريبة جدا. عبد الله، اتفضل يا عبد الله. عبد الله إيهاب. حاجة غريبة جدا، بتجاوبوا أسئلة بعض. يلا جوكر، تحبوا تتسألوا فيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، كويس جدا. سؤال ب 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30 نقطة. سلاح ذو حدين، ليه؟ لو الإجابة غلط والإجابة صح في مدرسة الشيماء وما خدوش الجوكر المباراة اتحسمت. عندكم 15 ثانية، محدش يستعجل. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 65 زائد 25 في 9 على 5 يساوي كام؟ 65 زائد 25 في 9 على 5. أحمد وجيه إجابتك؟ 110. صح يا خميس؟ صح. إجابة صحيحة. 110 هي الإجابة الصحيحة. 145 مغاغة المنيا، 115 الشيماء القاهرة. الشيماء فرصتكم الوحيدة إن أنتوا تاخدوا الجوكر وتجاوبوا السؤال الرابع. آخر سؤال، نور عادل، اتفضلي يا نور. موقف بقى متأزم جدا، زي ما توقعت المباراة بتنتهي مع السؤال الأخير. الحظ ابتسم لمدرسة مغاغة. فريق مغاغة من حقوك تختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا فيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، محتاجين تركزوا إن شاء الله. سؤال ب30 نقطة، لو الإجابة صح اتعادلتوا وهنلعب على الهدف الذهبي، لو الإجابة غلط ألف مبروك لمغاغة، اتأهلتوا لدور الستاشر. سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ سؤال ب30 نقطة. وعايز أحيي المدرستين قبل ما أسأل السؤال. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 19 في 6 ناقص 15 في 4 يساوي كام؟ 19 في 6 ناقص 15 في 4 يساوي كام؟
مريم أسامة إجابتك؟ 45. إجابة خاطئة. محمود خميس إجابتك؟ 54. هي مش 45، هي 54. محمود خميس 54 طبعا إجابة صحيحة. هارد لك يا مريم، هارد لك. هي الرقمين اتقلبوا، خضت المكان وموضوع صعب برضو. أفضل لاعب في ماتش النهاردة بـ80 نقطة ريهام شعبان. بصوا، اكتساب الخبرة مهم، وان انتوا رجعتوا تاني في المباراة برضو مهم، وفي لحظة تقدمتوا في عجلة الحظ، ولكن عجلة الحظ كان ليها رأي تاني. قدرات ذهنية ومغاغة شاطرين في القدرات الذهنية، فده حظكم. يعني ما اقدرش اقول غير ان حظكم النهاردة في عجلة الحظ ما كانش حلو. فريق مغاغة خضيته ورجعته تاني في المباراة، وعجلة الحظ خدمتكم. حقيتال يعني 3 أسئلة وقدرات ذهنية فخدمتكم، فكينا العقد أخيرا. ألف مبروك فريق مغاغة، التأهل لدور الستات. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 290 نقطة، وكل نقطة بـ2000 جنيه بما يساوي 580 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,250,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. برافو عليكم، محتاجين تستعدوا أكتر شوية وترجعوا تاني أقوى. نحيي كلنا مدرسة الشيماء. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.